الرحمن الرحيم. نكمل الكلمات الوحدة الثالثة للصف الخامس. سي سي يرى. سي اس اي اي. شيب شيب شيب. اس H E double E P. S H على بعضها تنطق ش. تايجر تايجر. T I G E R. نركز إن الآي هنا long long I طويلة long I. tiger not tiger tiger. horse horse. H O R S silent E. E هذه silent تكتب ولا تنطق. horse horse حصان. lion lion. L I O N lion أسد. zebra zebra. Z E B R A zebra. حمار الوحش. goat goat goat. G O A T goat. معز ال O هذه long طويلة. ال A هذه silent ما تنطق. goat دائما لما يجي اثنين vowels حرفين متحركين الأول long ثاني silent. chimp 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 يعني شمبانزي نوع من القرود. chimp c h i m p chimp chimp. c h ننطقها تشا تشا. peach 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 فاكهة الخوخ أو المشمش. peach p e a c h. الـ EA عندنا الـ E long طويلة والـ A silent. احنا قلنا قبل شوي إذا جانا حرفين vowel two vowels حرفين متحركين الأول دائما long طويل والثاني silent ما ينطق. تشا السي مع الـ H قلنا ننطقها إيش؟ تشا تشا. انتبه الـ CH تشا تشا. chair chair chair. C H A I R chair chair. ch cha وال a long وال i silent. chair هذه long وهذه silent. ماشي نشوف الشا s h شا. اول واحده sheep كتبناها قبل شوي. fish fish سمكه. fish f شوف الاف من وين لوين. الاف طويله كذا. i s h. الاي شورت مش لونج ما نقول فايش لا فيش فيش شورت قصيره. اس اتش طبعا نطقناها ايش شا معروف. الاس مع الاتش تنطق شا. الاتش لوحدها ها يجي قبلها اس تصير شا. يجي قبلها سي تصير تشا. يجي قبلها تي تصير ثا او ذا. يجي قبلها بي تصير فا. شيرت شيرت قميص. شيرت اس H يعني شا. I R T shirt shirt. وكذا نكون أنهينا كلمات الوحدة الثالثة للصف الخامس. يلا بالتوفيق اكتبوها وكرروها واستعدوا للإملاء الحصة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.